أنا دكتور تامر عاشور Director of Continuous Improvement and Accreditation Unit اللي تحتها الـ Teaching Effectiveness Office. من الأدوار الأساسية للـ Continuous Improvement and Accreditation Unit هو متابعة البروسيسيز اللي جوه الجامعة اللي ليها علاقة بالأكاديميكس من ناحية مثلا الدليفري للكورسز البلان بتاعة البرنامج وهكذا والعمل على الـ Continuous Improvement. المقصود بالـ Continuous Improvement هي السايكل الشهيرة بتاعة Plan, Do, Check, Act يعني خطط هتعمل ايه نفذ اللي انت خططت له بعد ما خلصت بتشوف هل وصلت لأهدافك ولا لأ وبترجع تاخد أكشن بلان إزاي تحسن البروسيس بحيث إن أنت الأهداف بتاعتك لو ما وصلتش بالليفل اللي أنت عايزه تحسن الكلام ده إزاي وتبدأ تاني بلان دو تشيك أكت. هنا بيجي دور التيتشنج إفكتيفنس أوفيس إنها بتطبق نفس الإمبروفمنت سايكل دي على الليفل بتاع الليرنينج إكسبيرينس بتاع الطلبة في الكورسز. فهو بيساعد الدكاتره في ازاي مثلا يبلان كويس للكورس بتاعه فبيعمل سيشنز ورك شوبس ازاي هاو تو تعمل ديزاين مناسب للكورس حسب الكورس ليفل حسب الاهداف. برضو بيساعد الدكاتره بورك شوبس من ناحيه ازاي يعمل ديليفري للاكتيفيتيز المختلفه او ايه اكتيفيتيز ثانيه ما بيستخدمهاش الانستراكتور ممكن تساعده. بيساعد في الجزء بتاع التشيكنج هل وصلنا لاهداف الكورس ولا لا ولا كان في مشكله ممكن تتحل بالفيدباك سيرفيز اللي بيعملها مع الطلبه بيطلب من الطلبه فيدباك هل الليرنينج اكسبيرينس كانت مناسبه ولا لا شايفين في مشكله في الماتيريال ايه اللي ممكن نعمله بحيث نساعد الكورس ان يوصل للليرنينج اكسبيرينس افضل. وبعد كده برضو بيساعد الانستراكتور من انه ازاي يحط اكشن بلان لتحسين الوضع لتحسين الكورس لما يكون اوفرد مره كمان. بيبقى في سيريز اوف ورك شوبس بتتعمل مع الانستراكتورز ومع المعيدين علشان يتناقش معاهم في طرق ديليفري مختلفة أهمية الفيدباك إزاي يتحط ديزاين كويس إزاي الديليفري يكون مناسب للليفل بتاع الطلبة. وجزء كبير من الوركشوبس الديزاين بتاعها بيتحط بيزد على فيدباك جاي من الدكاترة محتاجين يحسنوا إيه فيدباك من الطلبة شايفين إيه في الليرنج اكسبيرينس ممكن يحصلوا امبروفمنت ويتبني على كده الوركشوبس والسيشنز بتاعة الفترة اللي بعدها وتفضل العملية في تحسن مستمر. لو وصلنا للتارجت اللي عايزين نوصل له بنعلي السقف شويه بحيث ان احنا بنوفر ورك شوبس تحسن تاني الليرنينج اكسبيرينس بتاعتنا. فحتى لو في كورس الليرنينج اكسبيرينس بتاعته ساتيسفاكتوري بنبدا نعلي السقف. طب ازاي نخليه بيتر؟ لو هو مثلا فيري جود ازاي نخليه اكسبشنال؟ طب اكسبشنال ازاي نحسنه اكتر وهكذا. انا اسمي محمد الحديدي انا استاذ العلوم الطبيه الحيويه في مدينه زويل للعلوم والتكنولوجيا والفايس دايركتور اوف ذا تيتشنج افكتيفنس اوفيس اللي هو التابع للكونتينوس امبروفمنت اند اكريديتيشن يونت في جامعه زويل للعلوم والتكنولوجيا. حابب اتكلم على التيتشنج افكتيفنس اوفيس بعد النيو ريكونستراكشن للاوفيس. هو دلوقتي تحت الامبريلا اوف الكونتينوس امبروفمنت اند اكريديتيشن يونت. الدور الاساسي للتيتشنج افكتيفنس اوفيس ان احنا بنحاول نبروفايد افضل خدمه تدريسيه وتعليمية للطلاب بتوعنا في جامعة العلوم والتكنولوجيا. بنحاول نوفر الأفضل خدمة دي عن طريق evaluation و development plan. بدأنا ان احنا نحطها since reconstruction بتاع الأوفيس. بتبدأ البلان دي من اول evaluation. الإيفالويشن عندنا بيبقى موضوعي جدا وبيزد على continuous feedback و assessment processes. بتبدأ من أول الـ mid semester survey اللي بتبدأ قبل الامتحانات الـ mid term وبعد كده بتنتهي لي الـ final exam assessment والـ survey اللي بيبقى في نهاية العام الدراسي. based على الـ feedback والـ assessments اللي بتجيلنا دي بنبدأ نحط الـ plan بتاعتنا for development. فإحنا عندنا الحقيقة استراتيجية بتعتمد على الـ capacity building عن طريق ان احنا بنوفر سيرفيسز كتيره قوي. فاحنا بنبروفايد سيرفيسز كتيره اما لاعضاء التدريس او للمعيدين. بالنسبه للفاكولتي ممبرز بنقدر نديهم ورك شوبس لو هم لسه فاكولتي جداد نقدر نديهم اورينتيشن سيشنز بالنسبه لطرق التدريس اللي في مدينه زويل وايه هي الجوب ديسكريبشن وايه هي اللي مطلوب منهم. ده برضو بنقدر نوفر سيشنز بالمنظر ده للتيتشنج اسيستنس او للمعيدين. بنبقى مركزين كمان مع الانستراكتورز على هاو تو ديزاين ا كورس اللي هو كورس ديزاين تكنيكس ايه هي طرق التدريس المختلفه اللي يقدروا ذات كان بي تيلورد بير بروجرام او يقدروا ان هم يطبقوها على الكلاس روم ليفل. زي ما قلنا بنقدر نبروفايد هاند اوتس او هاند بوكس ومانيوالز
بتقدر ان هي تساعد اعضاء التدريس والمعيدين في فهم استراتيجيات التدريس في مدينه زويل، ازاي يقدروا يحققوا الاوبجكتيفز بتاعت الكورسز. فالحقيقه عندنا خطط للديفلوبمنت للتيتشنج بالنسبه لمدينه زويل، الغرض منها كلها ان احنا نخلي الايدج يفضل بتاع مدينه زويل في التيتشنج والاديوكيشن. فانا بحاول ان انا نخلي الطلاب بتوعنا ان هم يشاركوا في البروسيس دي، ان هم يقدروا السيرفيز بتاعتهم بيبقى صوتهم مسموع جدا، بنقدر بيزد على السيرفيز دي ان احنا نقدر ناخد اكشن بلان. الاكشن بلان دي بتبقى كونتينوس وبتبقى بيزد على السيرفيز دي اللي هي هتبقى تيلورد على ايتش كورس او ايتش بروجرام. انا اسمي نورمين فرحات، انا التيم ليدر في التيتشنج افكتيفنس اوفيس. الاستراتيجي اللي احنا حطيناها عشان نحقق فكره الكونتينوس امبروفمنت هي ان كل السيرفيسز بتاعتنا تكون لينكد تو ايتش اذر. فايه هي السيرفيسز بتاعتنا؟ ببساطه هي كلاس روم فيزيتس، ورك شوبس، وسيرفيز، وي فوكس جروبس. كل دول مع بعضهم بيحققوا في الاخر ان احنا نبقى وصلنا لفكره الكونتينوس امبروفمنت او الليرنينج اكسبيرينس تكون بيتر فور ذا تيتشر او فور ذا ليكتشرر المحاضر وفور ذا ستودنت الطالب. يعني بارت اوف اور اكتيفيتيز زي ما قلت الوركشوبس. الوركشوبس دايما بنحاول ان احنا نحقق فيها فكره الليرنينج اكسبيرينس والاكتيف ليرنينج عشان الانستراكتورز او التيتشنج اسيستنتس يجيت انسبايرد فروم ذيس اكسبيرينس تو بي ابلايد ان ذير اكسبيرينسز. والكلاس روم بيبقى دايما هدفها ان احنا نشوف السيركمستانسز بتاعه الليرنينج اكسبيرينس كلها، من فكره اللوجيستكس، بدايه من اللوجيستكس لحد الطلبه نفسهم والانستراكتور او التيتشنج اسيستنت في الليكتشر او في التوتوريال. يعني انا نادين سامي، فاكولتي ديفلوبمنت ترينر. احنا عندنا اكتر من assessment tools على تقدر تساعدنا ان احنا ندفلوب الcontinuous development للearning experience بتاعتنا، منها الonline surveys. هما عندنا اتنين، الmid semester survey and the end of semester survey. الاتنين ليهم احتياجات or missions مختلفة. الmid of semester اكتر حاجة بالنسبة لنا بتفرق ان احنا ينجلنا الneeds اللي محتاجاها الcurrent learning experience عشان نقدر نطورها ونقدر نوصل لend of semester with the best results. الend of semester surveys لي target or لي mission مختلفة، وهي ان احنا نوصل لfinal evaluation learning experience، ده جزء. وكمان نعمل action plan للfuture learning experiences. السيرفيز بالنسبة لنا بتبقى حاجة مهمة جدا، لان هي الطريقة or one of the tools اللي احنا بنوصل بيها للstudents، نقدر ناخد منهم ارائهم علشان develop or create the continuous development للlearning experience.